سلطانة هيام، بعتي وراي، أنا تحت أمرك. نيلوفر، أنت روحي شوفي الأولاد، هلأ صار وقت نومون. بدي إياك تروحي تجيب لي هداك العراف مرة تانية ويقام. يعقوب أفندي. إيه، وبأسرع وقت، بس انتبه ما بدي حدا يعرف إني بعتت وراه. هالمرة لحالي رح شوفه. والسلطانة خديجة؟ شو ما سمعتني؟ قلت لك لحالي، إياك تقلها. وهلأ صار فيك تروح. ماشي سلطانة، خليني أبعت لك شراب ورد الجوري، هذا رح ينفعك كتير ورح يريحك ويهدي لك أعصابك. نيلوفر انتو سبقوني، هلا انا بلحقكم. روحي نايمي مريم، انا بدي اشوف وئام. لازم تضب لسانك والا بيروح راسك. وئام، تفضلي امريني سلطانتي. انت وين كنت؟ انا اليوم رحت لعند يعقوب افندي بس ما لقيته. ما لقيته؟ وينه؟ وين بيكون اختفى؟ رايح على قدرنا يا سلطانه، قالوا لي جيرانه بس يرجع من هنيك رح يخبروني وعالسريع. بنادي لك هلأ العراف القصر؟ وئام، يعني معقول لسه ما فهمت علي؟ أنا ما بدي حدا غيره، بعت له خبر خليه يجي، ما حدا بيقدر يحل لي المشكلة غير هو. أنا بأمرك يا سلطانة. شو هالصوت؟ هاي السلطانة ناهي الدوران قاعدة مع البنات. ها؟ مثل ما خبرتك هي كانت عم تعمل هيك. ايه وشو كمان؟ انا حاولت اتقرب منها بس هي رفضت هذا الشيء. اجت السلطانة هيام، اجت بجوز اشتاقت لكم. تفضلي عادي يا هيام. ما فيني شكرا، مشغولة شوي هلا. سلطانة السلطانات هيام خانم، امريني يا ست الكل. انت وين كنت غاطت؟ دوروا عليك كتير وما لقوك. عم يقولوا هيك قصدن سلطانة، في ناس هون ما بدهن ياني قريب منك، صدقيني. ماشي ماشي، اسكت واسمعني. وينه بقى يعقوب أفندي؟ ليش لهلأ ما أجا؟ من شوي بس واصل من عنده، وأنا تركت له خبر، بس هو مو مبين، مختفي. وئام، هاد مو حكي نهائيا، بكرة بدي يكون هون. لا تخليني شوف وشك لتجيبه. أمرك سلطانة. سلطانة هيام، يبدو أنه يعقوب أفندي رجع، هلأ وصلني الخبر. ولساتك واقف؟ يلا تحرك. انتبه، إياك تجيب سيرة هالموضوع لحدا، جيبه على قصر الرخام بالقارب. أمرك سلطانة. يعقوب أفندي. عم أسمعك سلطانة. بدي أطلب منك شغلة، إذا بتساوي اللي بدي إياه. رح تاخد كتير ذهب. ورح أطمرك فيه. سلطانة هيام، شو هو المطلوب؟ بدي اياك تعمل لي سم، بس ما يكون هالسم بيقتل فورا. طلبي سم يمرض ويموت شوي شوي،
وما بدي حكيم يقدر يعرف علة هالمريض وما يكون له علاج ويكون بيوجع كتير. والشخص اللي بده ياخد السم مو منيح ابدا؟ مو منيح. ظالم؟ ايه كتير، اكتر ما بتتخيل. مو ممكن هالشخص يندم ويتراجع عن ظلمه. بدي شوفه قدام عيوني عم بيدمل شوي شوي. خليه يموت على البطيء، بس لازم يتعذب كتير.